في وقته. انقلاب قاطرة وجنوح ثلاثة عربات للقطار الليلي المتجه من تونس نحو جيبس، وإذا مع نص الليل وعشرين دقيقة بمدخل محطة مساكن. سامحوني، أسفر عن وفاة سائق القطار ومسافر الله يرحمهم، وإصابة 34 مسافر تم نقلهم على جناح السرعة إلى مستشفيات مساكن وسهلول وفرحات حشاد بسوسة. عفوا، معنا نهي ذويب اللي هي واحدة من ركاب القطار. صباح خير ونهارك زين نهي. صباح الخير بالعسلامة أخت عفيف. أولا نحب نحييك ونحيي كل عاملي ومستمعي إذاعة ديوان اف ام، وثانيا نحب نترحم على زوز رجال اللي في ريعان الشباب، السائق ومساعده اللي للأسف توفاوا الله يرحمهم. بالمناسبة الأليمة هذه نعزي عائلاتهم ونقول لهم ربي صبركم، ونتمنى الشفاء للمصابين الكل ان شاء الله يا رب. انا نهي احكي لنا كيفاش انت منين معناها خديت القطار، من وقت مستيسه تاخذوا القطار هذيا، وقتاش انطلق، اعطيني شويه تفاصيل نتاع السفره ساعه. اللي صار، احنا كنا خارجين من سوسه في اتجاه الجم فاقس وكابس. خرجنا مع نص الليل، وبعد مع نص الليل وثلاث تقريبا يعني 20 دقيقة القطار يعني يتحرك يمين ويسار بقوة، وبعد شفنا شرارة متاع نار ناتجة عن خروج القطار عن السكة. ولينا نشوفوا الحقيقة، أنا واحدة من الناس قلت إيه يعني باش نموتوا. العربة اللي أنا فيها تقلبت على اليمين والعربات الأخرين على اليسار، فما عربة واحدة قعدت مستوية اللي هي الأخيرة. العربة اللي فيها أنا هي مباشرة سمحني اللي بعد اللي فيها السائق ومتابعه. نتكلم فيك اختي عفيف، انا تو مرتبك سهل عليكم. ميلا واخي موش سهل، فجعه راهو ماهيش سهله، معناها شفنا الموت، شفت معناها مشاهد مؤلمه برشا، تم بارتو معناها صغير يعيط انقذوا بابا عاونوا بابا، سيقوا معناها وحلت يا لطيف. مشاهد مرعبه بالحق، يعني عشنا ليله الله لي وريها الحد. وانا راني تكلمت باش حرصا على حياة الناس في المستقبل، ما نحبش الناس يصير فيها اللي صار فينا. والله احنا متعودين نقولوا توا، انا من الناس اللي نستعمل ياسر القطار، معناها احنا بناء الضاحيه الجنوبيه هذيك وسيله النقل نتاعنا، وديما كنا نقولوا وانه هو وسيله النقل الاكثر سيف، معناها اللي هي محميه واللي فيها اقل عدد من الحوادث، واللي واحد ياخذ ترام ما يخممش اصلا انه ممكن يصير له حادث. حتى كان تصير بقلة، لكن توا اتضح انه معناها ماشيين في اتجاه خايب برشا. احنا نهربوا من الواجهات اللي اغلبهم طايرين طيران سرعة جنونية، طبعا في اكثر عدد من السفرات وطبعا اكثر فلوس، نلتشقوا على مضض الحقيقة نقولها للقطار. في بالنا احنا اكثر كما قلت اختي عفيف اكثر امان، لكن هاو اتضح اللي مش اول مرة تصير كوارث كما هكا. احنا في بالنا ديما باش يصلحوا ويعملوا صيانة، قعدنا في تونس للأسف خلينا نقولوا كل شيء بالحقيقة، يعني عايشين على امل في كل شيء باش يتصلح، هاو تو ان شاء الله هاو تو ان شاء الله. لكن على مراد الله فما ناس ضميرها ماتت، اتضح انه القطار كذلك ما عادش وسيلة نقل امنة. معناها الحقيقة أنا اتصلت إذا باش نتوجه برسالة للمسؤولين في مجال السكك الحديدية والقطارات، قل لهم راهو عيب، راهو مش معقول، راهو حرام، راهو شيء مهين فعلا. السكك متآكلة، ما فيهاش حد أدنى من شروط السلامة والسلامة، تصبح تكون في رأي مش وسيلة نقل عمومي تليق بتونس. احنا كما قلت أخت عفيف على مضض ناخذوه، معناها في دولة. وين أنت مستأنسة تاخذ الترا؟ مستأنسة ناخذ ترا الحقيقة، صحيح حالة الترا معناها رديئة برشا، احنا نقولوا بخوميير كلاس ودوزيام كلاس الحقيقة ما فماش فرق كبير بيناتهم. ماهيش فرق. حالة يعني فريمون حالة. يا على الأقل المهم نضمنوا السلامة، والله نعديوا الحالة المزرية، ما نضمنوا السلامة على الأقل أهم حاجة. والله أختي عفيف باش نقول كلمة حق، والله ساعات خلينا من الصغار يتعديوا يرميوا الطابق، وخلينا من هذوكم معناها، اما خلينا من الحاجات اللي مسؤولين عليها المسؤولين، الصيانه ثم الصيانه ثم الصيانه. ما فماش اختي عفيف، ما فماش، احنا نمنوا بالقضاء والقدر الصحيح، لكن وقت يبدا كل حد يقوم بواجبه على الوجه الاكبر. اما كي تبدا ظروف تفر كما هكا بصراحه
مش فقط بازار معناها عدينا التأخير، يبداو لي روتار والعباد ملوحة تستنى الحالة نتاع القطارات المهترئة القديمة، على الأقل ضمنوا لنا السلامة يا إلهي. والله والله نحلف ويمين صادق، والله فما بيبان في التراس والله محلولة، معناها منك لل معناها فما صغار تنجم تجي تمشي فيها، فما عمرو لكن هذا تران سوسة، احنا نسميه تران سوسة، هو اللي هو تران ديريكت يتعدى، انا بنت الزهرة دوك يتعدى ديريكت ما يقفش، التران مسكر بيبانو مسكرة يتعدى يجري بالحق على خاطره رابيد معناها هذاك الجري نتاعو، وما كانش في الحالة هذه معناها تران سوسة بيبان محلولة، تران ديريكت بيبان محلولة اي بيبان محلولة، واللي ماتوا وتجرحوا اختي عفيف ودمائهم سالت، نحب نقول للمسؤولين راهم يذوكم ينجموا يكونوا في يوم من الايام امك وابوك وولدك وبنتك وقريبك وصاحبك وجارك، لذا فيقوا يا مسؤولين، هذه صرخه فزاعه، انا كتونسيه غيوره على البلاد هذه نطلقها صرخه هذه، وكل التوانسه الغيورين على بلادهم يطلقوها وعلى سلامه شعبهم. مش اللي ياخذوا في شعري سمعني حرام وراقدين بالنوم، ما فماش سيانه ما فما حتى شيء عيب. انا تكلمت انا صدقني ما رقدتش، انا لتو مانيش مصدقه يعني، بسم الله عليك بسم الله عليك نعمل تصويره، لكن انا كي نشوف اختي عفاف الناس حاله الناس تهون عليا حالتي، فما ناس مطيشه بحدا السكه، فما والحمايه الحقيقه جات مخر وقالوا لنا ومشينا زوز كيلومتر على سقينه تقريبا وباش وصلنا يعني لمساكن معناها الجهه الجنوبيه من مساكن طريق الوردانيين، وقالوا لنا تو تلقاو كيران ما فماش كيران. انا هوزمون عندي معناها دار في سوسه، لقيت الحقيقه انا خفت معناتها باش نركب وراجل متعدي، الا ما لقيت مراه وراجل خطه يعني عائله زوز صغار باش وصلوا، معناها ما وفروش حتى حافله باش تهز العبيد من على الكياس بعد الحادثه. هما حسب انا ما خاطر من بعد مشيت معناها لداري الحمد لله عندي دار في سوسه، اما حسب ما قالوا جيت معناتها ما شفت في الفيسبوك الحقيقه مانيش متاكده، اما حسب اللي سمعت وشفت انه معناتها في الاخبار المدوله معناها على الوسائل العبيد قاعده تمشي على ساقيها بسمي انه فما عباد بعد ركبوهم، لكن الحقيقه كل شيء مخر برشا الحقيقه معناها الحمايه مخر. تفضل. المكان اللي تقلب فيه القطار نورمالمون مشهور اكسيسيبل قريب من سوسه مثلا، مش في مثلا بلاصه بعيده اللي صعيب باش توصل لها معناها حمايه، للاسف احنا ديما تدخلاتنا تكون متاخره ومعناها وحاله فريمون بالحق معناها شيء اسف اكثر، فما كلام ما نجمش فما حاجات ما نجمش نوصفها معناها، شفنا الموت شهدنا الحمد لله خرجنا والله نشد في الكراسي معناها باش نخرج والسكان، ومن الطاف الله انه معناها الفاليزات اللوطه خاطر الحديث مقاسين ومن فوق، خاطر كان جيو من فوق وطاحوا على روسنا ما متنا معناها بطريقه اخرى، وتخنقنا وغبره ومزوط معناها خرج وصلنا للدار ما زادش يشعل والله الله اعلم الحمد لله، والله وصلنا في حاله يرثى لها بالحق، انا حرصت باش نتكلم ونوصل صوتي معك. صوتك وصل عزيزتي الحمد لله على سلامتك وعلى سلامه بقيه الراكبين، والله يرحم اللي توفى والسائق وايضا واحد من الراكبين وربي يصبر عائلاتهم. احنا هوني في كافي كريم قديش من مره ونرجعوا ارجعوا شوفوا الفيديوهات تو تلقاو حكينا على الصيانه على السكك الحديديه على القطارات، وخذينا زاد النقل بيت نتاع القطارات وهما بيدهم حكاو وطالبوا برشا بالصيانه، ولكن يبدو انه هاو معناها ما نفيقوا ان شاء الله نفيقوا عاد كي صارت المصيبه هذيا ان شاء الله نفيقوا ما اكثرش من هكا. عموما باش الناس تعرف رانا حاولنا كثيرا الاتصال بالشركه الوطنيه للسكك الحديديه التونسيه الاس ان سي اف تي، الى حد الان ما تحصلنا على حتى حد، هاو لونتين محلول، اذا كان ماذا بينا واحد من المسؤولين يتفضل معانا باش يفسر لنا بالضبط شنو اللي صار، يفسر لنا اسباب الحادث، يعطينا فكره. دونك باش ما تقولوش ما خذينا يعني حتى حد، ما فما حد. شكرا ليك نهي. معناها اختي عفيف كان تسمح لي نضيف حاجه، ان شاء الله يكون ويتك يسمع فيك من الشركه هذه ويكون عنده ضمير، خاطر انا والله قبل قدمت انا وغيري مطالب كتابيه، نقسم بالله العظيم قدمت فسرنا فيها الوضع بالتفصيل، لكن احنا ما زلنا ما عملناش الدوره، ويبدو ان المطالب هذه ترمى للاسف في القمامه، اصواتنا ما توصلش، ان شاء الله من خلال برنامجك ونعرف اختي عفاف انت حريصه دايما انه ديما انه توصل صوتك
التوانسه الكل ان شاء الله التدخل نتاعي ونتاع برشا ناس تهمها البلاد هذيا وحياه التوانسه وحتى لغير التوانسه ينجم يغير شويه في الوضع المصري هذايا. ان شاء الله ان شاء الله صوتكم يوصل. نشكرك انت وحمد لله على سلامتك مره اخرى نهى اذويل. شكرا شكرا. باش نختم بالبلاغ اللي اكتفيت بتنزيله الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية. نقرأ لكم البلاغ. يقول جدة يوم الأربعاء 21 جوان على ساعة منتصف الليل وعشرين دقيقة حادث انقلاب قاطرة وجنوح ثلاثة عربات للقطار الليلي المتجه من تونس نحو جيبس وهذا بمدخل محطة مساكن أسفر عن وفاة سائق القطار ومسافر وإصابة 34 مسافر. تم نقلهم على جناح السرعة إلى مستشفيات مساكن وسهلول وفرحات حشد بسوسة وقد غادر منهم 28 المستشفيات بعد تلقيهم الإسعافات الأولية وبقى 6 منهم لإتمام الفحوصات وجميعهم في حالة صحية لا تدعو للقلق. وإذ تأسف الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية لوقوع هذا الحادث الأليم وما خلفه من خسائر بشرية فإنها تتقدم بإحارة التعازي وتعرب عن أعمق مشاعر المواساة لعائلتي الضحيتين وتتمنى الشفاء العاجل لبقية المصابين. كما تعلم بأنها قد بادرت بفتح تحقيق لمعرفة ملابسات الحادث وأسبابه وتحديد المسؤوليات تباعا هذا. وقد سخرت الشركة حافلات لنقل المسافرين حتى يتمكنوا من مواصلة السفرة نحو كل من الجم وصفاقس وجبس. ناخذ تعليقك أمين. التعليق عفاف وانت قلت هذايا انه في العديد من المرات وقت اللي تدخلوا معنا النقابات نقابات السكك الحديديه ما تدخلوش على فلوس ما تدخلوش على تدخلوا على الاصلاحات على الصيانه على الحاله نتاع القطارات ومتاع السكك الحديديه هذا هو يعني التدخل نتاعهم كان لصيانة السكك الحديدية. كانوا يقولوا بأتم معنى الكلمة راو إذا كان ما نقوموش بالصيانة وما نقوموش بالتهيئة راو فما كوارث قادرة باش تكون موجودة. وهنا شفنا هذه كارثة كبيرة برشا صارت لأن وقت اللي تشوف تصور وتشوف جنوح معناها قداش من عربة العربة الأولى بالكل يعني خارجة قريب 300 متر على السكة فمن المؤكد أنها كارثة كبيرة برشا صارت. الحمد لله اللي فما ناس لباس لكن نترحموا بطبيعة على الناس اللي توفات. المشكلة هذية إذا كان ما يصيرش تدخل وما تصيرش الصيانة راهي باش تتكرر في تونس راهو باش راهو برشا مآسي باش يعيشوها التوانسة فيعيشكم بالحق. اليوم الملف هذا يلزم يتحط على طاولة بأتم معنى الكلمة ولابد من صيانة السكك الحديدية لأنه القطار وقت اللي يصير أكسيدون صحي وما يصيرش ديما ليزاكسيدون لكن وقت اللي يصير أكسيدون تاع قطار راهي تصير كارثة لأنه يهز عدد كبير برشا من الركاب يهز عدد كبير برشا من المسنين اللي ما ينجموش يركبوا في اللواجات او في النقل الخاص. يعني طريقه النقل في حد ذاتها هي الوحيده والوسيله الوحيده بالنسبه للبلايص البعيده انهم يركبوا في القطار. ربي ان شاء الله يرحم اللي توفاو. وهذه هي تونس اليوم للاسف الشديد العديد من الملفات قاعده موجوده على الرف ولا من قاعد يشوف فيها ولا من قاعد يقوم بمتابعتها. ماذا بينا نسمع رأي وزارة النقل على خاطر النقابات هذه رأي تصلت ياسر بوزارة النقل واجتماعات وصيحات فزاعة وعملوهم الكلهم وما صار حتى شيء. يلا العشرة ونص باش نخرجوا إشهار بسرعة وراجعين باش نرجعوا مع عناوين الأخبار متاعنا مع الغوفي دو بريس لليوم.